مرحبا. تأثر عدد كبير من الأشخاص بجنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز بالعاصفة هيلين اللي ضربت المناطق البريطانية، لذلك حذر مكتب الأرصاد الجوية المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة، خاصة أن العاصفة مترافقة مع رياح سرعتها بتفوق 80 كيلومتر بالساعة وتساقط أمطار غزيرة أحدثت الأضرار بالنقل البري. بالعودة لطقسنا، صيفي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة مرتفعة على الساحل بالنهار ومعتدلة مساء وباردة على الجبال خلال الليل وساعات الصباح، الرطوبة مرتفعة، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 28 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وغطيطة قوية على الجبال وبرودة لافتة بساعات الليل. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 525 مليمتر، السنة الماضية 631 والمعدل العام السنوي 825. بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 26، على المرتفعات 22، بالبقاع 14 والأرز 12 درجة. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 28 وزغرين 32، أهلن 21، أرطبة 22 درجة، بيت مير 28، بعبدة 31، دير القمر 27، والخيام 28. الرطوبة بتتراوح بين 65 و85%، حرارة سطح المي 28 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، الرياح عم تكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الخميس بتتراوح بين 26 و31 درجة، الجمعة والسبت بين 25 و30. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. بغداد بين 26 و43، تونس بين 22 و31، وروما بين 19 و26 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.